طلابنا الآن ننتقل إلى المدارات الذرية. المدارات الذرية حددت نظرية بور للذرة مستويات الطاقة للإلكترونات. إذا حددت نظرية بور للذرة مستويات الطاقة للإلكترونات بأعداد كم رئيسي اللي هي N، ويشير كل عدد كم رئيسي إلى مستوى غلاف طاقة رئيسي أو خاص في الذرة. إذن هناك طبقات رئيسية، طبقات رئيسية في حول النواة. هذه الطبقات أو الأغلفة اسمها الأغلفة الرئيسية أو الطبقات الرئيسية N. في عندنا طبقة واحد والطبقة اثنين والطبقة ثلاثة والطبقة أربعة والطبقة خمسة وهكذا. إذا تحدد مستويات أو أغلفة الطاقة الرئيسية بقيم عددية صحيحة متصاعدة تبعاً للزيادة في الطاقة، فإن يساوي 1 2 3 4 5. يزداد متوسط المسافة التي يبعد عنها الإلكترون عن النواة بزيادة قيم إن. فمثلاً الـ إن يساوي 1، هذا المدار الأول يكون قريب إلى النواة. إن يساوي 2، نعم هذا الغلاف الثاني يكون أبعد عن النواة، وثلاثة الغلاف الثالث يكون أبعد عن النواة وهكذا. فالإلكترونات الموجودة في مستوي الطاقة الرئيسي الثالث تبعد مسافة عن النواة أكبر من تلك الموجودة في مستوي الطاقة الرئيسي الثاني. نعم، أعداد الكم الرئيسي، أعداد الكم الرئيسي اللي تمثل الأغلفة حول النواة أو المدارات الرئيسية حول النواة. طبعاً ما هي الأغلفة الرئيسية أو الطبقات الرئيسية؟ عندنا الطبقة الأولى، المدار الأول، الطبقة الأولى ندعوها برمز K. الطبقة الثانية أو الغلاف الثاني ندعوه برمز L. الغلاف الثالث ندعوه برمز M. الغلاف الرابع أو الطبقة الرئيسية الرابعة ندعوها برمز N. الخامس ندعوها برمز O. السادس ندعوها برمز B. السابعة برمز Q. إذن هناك طبقات رئيسية، الطبقة الرئيسية الأولى K، الطبقة الرئيسية الثانية L، الطبقة الرئيسية الثالثة M، الرابعة N، الخامسة O، السادسة B، السابعة Q. وكل طبقة رئيسية أو غلاف رئيسي يحوي أغلفة فرعية. إذا كل غلاف رئيسي أو طبقة رئيسية هناك لها مستويات طاقة فرعية أو مدارات فرعية نسميها. طبعا هاي بنشوف إن شاء الله الطبقات الرئيسية والطبقات الفرعية بالدرس القادم.